نتوما تسمعوا دابا راديو جسور ارسفري المغيلاد اي راديو جسور مستمعتنا ومستمعينا مرحبا بكم مره اخرى في برنامجكم مبادرات تحت الحجر. مبادرات تحت الحجر هو برنامج اللي من خلاله تنحاولوا اننا نوريكم ولا نتعرفوا معكم على الانشطه والمبادرات اللي تقوم بها الشباب والشابات والمجتمع المدني خلال هذه فتره الحجر الصحي. نتوما في الاستماع لراديو جسور بوابه مشرق مغرب ومعايا اليوم سي عدنان الديوي غادي نمشيو لمدينه سلا باش نتكلموا على المبادره ديالهم. وما اصلا عندهم مركز سميتو المركز المغربي للابداع والمقاوله الاجتماعيه وطلقوا مركز سميتو بادر بمدينه سلا. سي عدنان مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نبدا معك سي عدنان في البدايه على السياق ديال الاطلاق ديال هذا المركز في المدينه ديال سلا خلال هذه الفتره ديال الحجر الصحي. اول شيء شكرا على الاستقبال وشكرا على هذه الفرصه لانها مهمه باش يوصلوا المعلومات بان كاين اشياء كيداروا يعني ماشي غير حنايا في السلبي ما كاينش. غنعطي بعدا واحد النبذه بسيطه على المركز هذا المركز المغربي اللي هي جمعيه مغربيه تاسست سنه 2012. الهدف ديالها هو ايجاد حلول ابداعيه ورياديه لجميع التحديات الاجتماعيه. وكنشتغلوا في مجموعه ديال المواضيع عندها علاقه بالتمكين الاقتصادي الاجتماعي للشباب، دعم المقاولات الاجتماعية، عندنا منصة ديال البيع عن بعد، برامج تدريبية، يعني مجموعة ديال البرامج. والسنة اللي فاتت دخلنا بشراكة مع عمالة سلا ومدرسة الوطن للتنمية البشرية في اتصلوا بنا باش نحاولوا نقلوا هذه التجربة ديالنا على المستوى الوطني ونديروها على المستوى المحلي. الجهه ديال سلا. يعني مبادره جات من عند المبادره الوطنيه البشريه بعمله سلا، وتماك فين تقمنا بالصياغه ديال المشروع. هو المشروع العمل فيه بدا في يونيو 2019، يعني ماشي جديد، لانه هو مشروع اولا كان غادي يكون يعني فضاء اش نقول لك، فضاء فيزيك. بدينا الانشطه ديال الترميم والانشطه ديال الصيانه، اضطرينا نحبسوا هاد الانشطه كاملين لان عارف شنو واقع. ولهذا اتخذ القرار باننا غادي نبداو الخدمات قبل ما يتسالى قبل ما ينتهي الاشغال اللي هم مازالين خدامين لحد الان يعني الاشغال. وهذا قلنا باننا غادي نبداو ثلاثه ديال البرامج. البرنامج الاول اللي عنده علاقه بنعطيو مهارات بالنسبه للشباب، مهارات حياتيه ومهارات عمليه. مهارات حياتيه يعني الاشياء عندها علاقه مع التواصل، عندها علاقه مع العمل عن بعد، العمل الاجتماعي والجماعي. ومهارات عمليه هي صياغه مشاريع، المعلوميات، الديزاين. هذا البرنامج الاول. البرنامج الثاني هو برنامج مساعده للجمعيات، الجمعيات المحليه، لانهم حتى هما خاصهم يغيروا طريقه الشغل ديالهم، خاصهم يساهموا يسيروا هاد التغيرات اللي كاينين ويقوموا بالرقمنه ديالهم. والبرنامج الثالث اللي هو دعم اصحاب المشاريع، يعني الشباب والشابات اللي عندهم مشاريع. وهاد البرامج هادو كلهم بدينا نلقوهم ابتداء هاد السيمانه هادي، اللي كلهم غادي يكونوا رقميين ديجيتال. ومن بعد ان شاء الله ملي المركز غادي يفتح غادي يكونوا يعني البرامج جوج، يعني غادي يكونوا رقميين وغادي يكونوا حضوريين. الا سمحتي سي عدنان، هنايا في هذه النقطه مادام انك تكلمتي على المدينه ديال سلا، اليوم مدينه سلا فيها مليون ديال الناس، فيها بزاف ديال عدد كبير ديال الشباب. واش هادو من الحوايج اللي ممكن انهم يساهموا في النجاح ديال هذا المشروع ديالكم؟ هو حنا ما كنشوف كمؤسسه، ما عندنا الرساله ديالنا هي ايجاد حلول، يعني ايجاد حلول. يعني حنا كيعجبونا المشاكل، يعني بلاصه الحاجه صعيبه نمشيو نقلبوا نحلوها. وكنخدموا يعني في المغرب كامل، في الثانويات، في مدارس، في مع جمعيات، في معامل. هذه الفرصه هذه اللي كاينه دابا في المقيسه ديال سلا هي كيفاش يمكن لنا بشراكه مع المبادره الوطنيه حاولوا نجمعوا جميع هذه الخبرات
نحددوهم لفائدات ديال شباب مدينه سلا اللي كيعانيو. يعني كاين عندنا معدلات ديال البطاله طالعين بزاف، عندنا اشكاليات عندها علاقه بالامن، عندنا اشكاليات عندها علاقه بالتوصل، عندنا اشكاليات عندها علاقه بالخدمات. يعني هادو كلهم حنا بالنسبه لنا فرص، يعني فرص اللي يمكننا نعطيوهم انواع ديال الخدمات اللي غادي يجاوبوا عليهم، وغادي يمكن هاد الشباب والنتائج هما اللي غادي يهضروا براسهم، يمكنهم يخلقوا مشاريع ويطوروا المهارات ديالهم ويلقاو ويلقاو راسهم. لان حتى الاشكاليات الكبار راه ماشي بان الناس خاصهم يلقاو شنو يديروا، كيخصو يلقى راسو بعدا، حيت يلقى راسو غادي يمكن له يحل الامكانيات كاملين. واش هاد المشاكل اللي تكلمت عليهم ديال الشباب اللي هما فرص كيف قلتي اللي ممكن انهم يطوروا العمل ديال 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 الشباب، انتم اختاريتوا المنطقه ديال العيايده هي اللي غادي تشتغلوا فيها في هاد المشروع هذا؟ ما اختاريناهاش لان المركز البنايه ديال اللي بناتها العماله كاينه في منطقه العيايده، ولكن هو المشروع يستهدف شباب اون جينيرال، شباب مدينه سلا، يعني جميع المقاطعات والترتبات الترابيه. يعني من بعد ان شاء الله غادي يمكن لهم يجيو، يعني فضاء في الناس يمكن لهم يخدموا يمكن لهم يتعلموا. دابا ما عندهم لاش يجيو، غيبقى في ديورهم يشوفوا لي لايف اللي طلقتوهم والانطلاقه اللي درتوها دي لايف فورماسيون عبر الانترنت. نعطيك واحد المؤشر، طلقنا استبيان ديال التسجيل في التدريب في يومين، تسجلوا اكثر من 180 و 200 واحد تسجلوا من و 90% ديالهم ولا كاش مكثر، اكثر من 90% 98% ديالهم كلهم منطقه صلا، باش تعرف ان كاين واحد الرغبه كبيره. لان علاش؟ لان دابا راك عارف بان كلشي دابا مشى للديجيتال، حتى الناس اللي كيقراو دابا كيحاولوا يقراو عن بعد، ولكن المحتوى اللي كيتعطى ماشي دائما كيتماشى مع الرغبات. وحنا كمؤسسه معروف علينا كنديروا شي شويه مسطي، اللي هو كيجي الناس كينفعهم وكيعجبهم وكاين واحد القبول كبير عليه. نعطيك كمثال، عندنا فضاء اخر قديم في رباط ستوديو سبيس، هذا الفضاء هذا حليناه في 2015، في هذا الشهر هذا درنا كله ديجيتال، في شهر واحد شاركوا معنا اكثر من 6000 شاب وشابه من المغرب كامل، اكثر من 20 لقاء ومواضيع مختلفه، من الفن الامازيغي حتى سميتو التواصل الرقمي حتى اللغه الانجليزيه، يعني مواضيع مختلفه. هاد المواضيع هادو هما اللي كيمكن لهم يوسعوا وجهه نظر الناس ويخلقوا امكانيات يمكن لهم يخلقوا فرص. هنا واش 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 يمكن يعني العمل ديالكم مع الشباب في هذا يقدر يخلق لهم فرص ديال عمل واللي هما يقدوا انهم يثقوا فيها، خصوصا حنا تنعرفوا دابا في الفتره ديال الحجر الصحي بزاف ديال المهن اللي عرفات زعما مشات والناس ما بقاتش ثقه فيها. واش اليوم ممكن اننا نرجعوا الثقه لهاد الناس هادو من خلال هاد البرامج اللي تديروهم؟ شوف، مهن مشاو وحد اخر غيجيو، اكيد راه هذا هي وجهه النظر. يعني لان هذا الشيء ديال المرونه والليونه وهذا الشيء كامل حنا اش كنخدموا عليها هذه السنوات، يعني ماشي جديده، يعني ماشي الله فقنا، هذا هو النقطه المهمه. والهدف ديال هذا الشيء هو النقطه الاولى، هو تمكين المهارات باش الناس يتعلموا. بحال نعطيك واحد المثال، عندك بزاف ديال الشباب ها عنده انترنت عنده واتساب، ولكن فاش كيبغي يقلب على المعلومه كيقلب عليها في فيسبوك، ما كيمشيش يقلب عليها في جوجل، اولا فاش كيقلب عليها في جوجل كيشوف غير هذاك المعلومات اللي كيخرجوا، وما كاينش واحد لي فوغ ديال التحليل. هادو هما المهارات اللي غادي يمكن ليهم يخلقوا الفرص المختلفه، يعني بهذا المنظور هذا. كيفاش يمكن لي انايا دابا انا عندي اشكاليه ديال التنقل، كيفاش الناس يمكن لهم يلقاو لهم حلول مختلفه للتنقل، وكيفاش يمكن نلقى امكانيات فين الشباب يلقاو راسهم في سياق جديد، يعني ماشي غير نبكيو على راسنا ما كاينش صافي، ما كاينش صافي، العطا نبكيو على حاجه واحده اخرى. هذا هو اللي كاين. تكلمتي في قبيله السي عدنان على من ثلاثه المحاور اللي تشتغلوا عليهم، محور اللي عنده علاقه مع المجتمع المدني، مع الجمعيات المحليه اللي هي غادي تشتغلوا معها، واش الشغل ديالكم معها غادي يكون عبر حتى هي التكوين ديالها في المجال هذا، ولا غادي يكونوا شراكات معها؟ دابا في المرحله الاولى غادي يكونوا برامج تكوينيه تدريبيه لان اصلا حنا كنخدموا مع مئات الجمعيات في المغرب كامل في مجموعه ديال المجالات. دابا غادي نديروا هاد البرامج هادو محدده
بالنسبه للجمعيات اللي كاينين في المنطقه، لان مجموعه الجمعيات ماشي منظمه، مجموعه الجمعيات كتخدم بالانشطه ما كتكونش ببرامج، مجموعه ديال الجمعيات ما كتعرفش كيفاش يمكن ليها تسيير الموارد ديالها. واهم شيء مجموعه الجمعيات ما كيفكروش بالتاثير، كيفكر بلا طاش. دونك هادو مجموعه الاشياء اللي هذه الخبره اللي عندنا اللي غادي نخدموا عليها واللي غادي نعطيوها للجمعيات، واللي من بعد في هذا الحال غيمكن لهم يخرجوا بمشاريع براسهم وشراكات في افكار اخرى. يعني ما كاينش حاجه اللي هي محموزه غير دابا، ما يمكنناش نبداو بكل شيء، خصنا نبداو بعدا بحال بغيتي بالجزء الاول. واش غادي يكون العمل يعني مع جمعيات اللي عندها الرغبه في انها تشتغل، ولا كاينين شي حوايج اللي غادي تعطيوهم باش ممكن انهم يستافدوا من هذه التدريبات؟ اول حاجه دابا درنا سميتو طلب ترشيح، تلقنا طلب ترشيح الاول بالنسبه للشباب، غنطلقوا السيمانه الجايه طلب ترشيح بالنسبه للجمعيات، الجمعيات اللي بغاو تما اللي بغا. وفي نفس الوقت كنخدموا مع جمعيات اللي هي ديجا كاينين، مؤسسه ديجا كاينين، باش يوصلوا الرساله، باش يوصلوا الرساله في انستغرام، فيسبوك، تيك توك، كاع حتى هو باش الناس باش ندخلوا نوصلوا لاكبر عدد ديال الناس باش حتى هما يدخلوا في الفلسفات هذه. ومن بعد غادي يمكن لنا نديروا يعني برامج اكثر صيانه. دابا هذه هي الفكره الاولى. انا ملي ذكرتي التيك توك وذكرتي الانستغرام وهذا الشيء كامل اللي هما اساس اليوم هما الحوايج اللي يمكن يشتغلوا بهم الناس، بغيت نسولك شنو هما الوسائل التقنيه اللي غادي تستعملوهم مع لا مع الشباب ولا مع الجمعيات باش يقدوا انهم يافونسيو مزيان في العمل اللي غادي تقدموا لهم؟ وبعدا ابسط حاجه هي بحال كنديروا لك دابا دابا العالم كله كيهضر بزوم وبميت وهادو كامل، هادو هما الوسائل المتوفره، الوسائل المتوفره باش نخلقوا هاد العلاقات. من بعد كيفاش الناس يستعملوا جوجل، كيفاش يستعملوا درايف، كيفاش يستعملوا مجموعه ديال لوجيسيال، الناس غيسعوا ديزاين كيفاش يستعملوا لوجيسيالهم، يعني هادو كلهم ادوات، ولكن المهم هو بعدا العقل والنظرات، هي كيفاش الناس كيفكروا، كيفاش الناس كيشوفوا ادوات اللي عندهم باش يمكن لهم يستغلوها. دونك باش نختم معك سي عدنان، وانت عندك بزاف ديال الحوايج اخرين ممكن انك تقضيهم، انا نبغي نسولك في النهايه غير الناس اللي غادي تبغي، مثلا انا شاب بغيت نستافد من هذه الدورات التكوينيه، او انا جمعيه بغيت نستافد من هذه الدورات التكوينيه، شنو ممكن انني ندير؟ ابسط حاجه يدخل صفحه فيسبوك ويعمر الاستمارة، هذه ابسط حاجه. عمرو الاستماره كما قلت لك، يعني ديجا دابا عمرو واحد 180 ولا 190 واحد، غادي نبداو بافواج، الفوج الاول، الفوج الثاني، الفوج الثالث، حتى يكون بحال بغيتي نديروا القسم. دابا جا القسم الاول اللي فيه 50 جمعيه اللي غتدخل، غدير بحال بغيتي واحد البرنامج ديال المرونه الاقتصاديه. دابا غيدخل في برنامج ديال ديفلوبمون ديال الكود. يعني ابسط حاجه يدخل فيسبوك، ما داخل ليه وقيد ويعمر الاستماره، ممكن انه ديك الساعات واش هما يعني غادي الفوا غيتعمر الاستماره، غيتعمر الاستماره هي غادي نخدموا بخومي سيرفي، يعني الاول يتقيد وخاص الالتزام، لان خصنا نعرفوا بان بزاف الناس ما كيلتزموش، يعني ما بين الاشكال الكبار اللي عندنا في النظام. حنايا ماشي دايرين، حنا ما دايرينش شي خيريه، يعني اللي بغى يخدم وهذاك اللي بغاش يخدم الله يعاون، يعني نعطيو الفرصه انا هذا طفرس كاملين، الا شي واحد تقيد في اربعه الحصص وما جاش خدا بلاصه لواحد اخر. اكيد يعني باش نعرف بان القيمه ديال الوقت والقيمه ديال المهارات، وعندنا يعني مئات ديال الخبرات عالميه مغاربه ودوليه، وهذا اللي مستعدين باش يعطوا الوقت ديالهم ويعطوا المهارات ديالهم، وحنا كنعطوا الفرصه والناس خاصهم يشدوها باش يمكن لهم يشدوا بيديهم يخدموا. بطبيعه الحال هذا عمل هو مجاني للشباب ولا للجمعيات؟ نعم، خصهم يجيو غادي يشاركوا ويستافدوا. شكرا لك سي عدنان عديوي، انت رئيس المركز المغربي للابداع والمقاوله الاجتماعيه، وتكلمنا اليوم على مركز بادر بسلام اللي غادي تقدموا من خلاله مجموعه من الدورات التكوينيه للشباب وللمجتمع المدني. شكرا لك سي عدنان. المستمعات والمستمعين، تلقوا بكم حلقه اخرى غدا ان شاء الله مع ربعه العشيه كيف العاده، تقبلوا تحيات حسن بن زلال، الى اللقاء. Radio Joussour. Vous ne serez plus jamais seul. Et Joussour. La radio Joussour. La radio Joussour.